الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل هو أن التهجد بيكون بعد النوم بالليل ولو لفترة بسيطة، بعد كده الواحد يصحى علشان يصلي بس من غير ما يعمل أي حاجة تانية من العبادات. أما قيام الليل فممكن يكون بالصلاة أو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وبتكون عادة قبل ما الواحد ينام. فكده نقدر نقول إن التهجد هو نوع من قيام الليل، يعني الواحد بينام وهو في نيته إن هو يقوم يتهجد، وبعد ما ينام شوية بيقوم في نص الليل ويصلي. بيبدأ وقت صلاة التهجد بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وبيستمر وقتها لحد آخر الليل. بيكون الليل كله من بعد العشاء لحد وقت الفجر هو ده وقت التهجد، إلا إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو آخر الليل أو الفترة اللي هي قبل الفجر بحاجات بسيطة، اللي هي التلت الأخير من الليل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، يصوم يوما ويفطر يوما. ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم.